الصين كتفاجئ إسبانيا والمغرب وكتصدم العالم الآخر بواحد المقترح اللي غادي نناقشوه كما يجب في الخبر الأول في هذه الحلقة هذه. أما في الخبر الموالي غادي نتحدثوا على تقرير إعلامي حصري كيقول أن فرنسا بغات تصلح الخطأ ديالها اللي دارته في ستينيات القرن الماضي وسماته الجزائر، هادشي علاش كتنشأ واحد التحالف في المنطقة. هذه الاخبار الاولى اللي غنبداو بها الحلقه ديالنا. في الاخبار المواليه غادي نتحدثوا على الملاعب المرشحه لاستضافه افتتاح ونهائي كاس العالم 2030 ومن بينها ملعب مغربي. اما اخيرا نختموا الفيديو ديالنا بعقوبات اللي نزلتها الحكومه الاسبانيه على شركات الطيران منخفضه التكلفه ومنها رايانير. هذه الاخبار ديالنا اليوم، الى كتمك المواضيع بقى معنا للاخر باش تعرف التفاصيل. متابعينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى على قناتكم قناة المهاجر كما العادة مع سفيان المرزوقي، أخبار حصرية ومتنوعة. مرحبا بجميع معنا، نتمنى تكونوا دائما في أحسن الأحوال. نبدأ على بركة الله بأول خبر في هذه الحلقة هذه. مفاجأة من الصين لإسبانيا والمغرب، مفاجأة صراحة لم تكن متوقعة، لكن منين كنشوفوا تحركات ديال الرئيس الصيني مؤخرا غنفهموا منين جات هذه المفاجأة هذه. لكن في نفس الوقت هذه المفاجأة هذه هي بمثابة صدمة اللي ما عرفناش واش غيستفيق منها العالم الآخر ولا مازال ما غيستفيقش منها. كذلك هناك تقارير إعلامية غادي نشوفوها وغادي نناقشوها كما يجب اللي كتقول ان فرنسا بغات تصلح الخطأ ديالها التاريخي اللي دارته في المنطقة واللي سببت به مشاكل كثيرة للمملكة المغربية الشريفة في واحد اللحظة اللي لقات نفسها تطرد من افريقيا والشعوب الافريقية كلها كتحاول تطرد الاستعمار الفرنسي. غنشوفوا التقارير الإعلامية من صدرات، لان علاش؟ لان دائما فاش كناخذوا الخبر كناخذوه من واحد الجهة خصها تكون موثوقة 100%، وغادي نناقشوا بطبيعة الحال هذا الامر هذا. لكن اول شيء نبداو بهذه المفاجأة هذه اللي صراحة قدروا نقولوا انها كانت منتظرة، لان ما نساوش ان هذه المنطقة هذه هي بالغة الأهمية بالنسبة للصين. وفاش كنهضروا على الصحراء المغربية، هضرنا اليوم في احد المباشرات وقلنا ان الرئيس الصيني طلب معلومات على قضية الصحراء المغربية، بغى يعرفها من اقرب المقربين من المغاربة، من الناس اللي كاينين في الصين وعندهم دراية بالعلاقات الصينية المغربية وكذلك عندهم دراية بملف الصحراء المغربية كما يجب، وبغى يفهم اش واقع بالضبط، بغى يفهم شنو هو هذا الملف هذا وكيفاش تقدر الصين تدخل بالثقل ديالها كامل. لكن كذلك كنتفاجئوا بواحد المقترح اللي وضعته الصين، وهذا المقترح كما كتشوف الصورة متابعينا الكرام هو عبارة على واحد الجسر اللي بغات تربط به الصين جزر الكناري بالصحراء المغربية. فهنا كانت مفاجأة فعلا للمغرب وإسبانيا كذلك بمقترح بناء جسر بري بين المملكة المغربية وجزر الكناري. وبطبيعة الحال أي أمر غادي يكون ما بين المغرب وما بين دول عظمى خصوصا في الصحراء المغربية غادي يكون بمثابة صدمة للعالم الآخر، حيث كشفت تقارير إسبانيا عن خطط صينية لتوسيع نفوذها في المنطقة عبر الاستثمار في المغرب وجزر الكناري في خطوة قد تعزز العلاقات الاقتصادية ما بين بكين والرباط في المستقبل. فمن غير أن تقارير إعلامية كثيرة خرجت في قلب إسبانيا وفي قلب جزر الكناري تحديدا كتقول أن الصين كتستعد لتدشين قنصلية في مدينة العيون. في هذا التقرير اللي نشرته وسائل إعلام إسبانيا استنادا إلى مصادر صينية أفادت بأن الصين تستعد لتدشين قنصلية عامة في مدينة العيون بالإضافة إلى الاستثمار في بناء جسر بري يربط الأقاليم الصحراوية المغربية بجزر الكناري. تشير هذه التقارير إلى أن الصين ترغب في الارتباط المباشر بالصحراء المغربية كجزء من استراتيجيتها لدخول السوق الإفريقية عبر البوابة المغربية. الصين تسعى لتوسيع استثماراتها عبر المغرب. توضح المصادر الصينية أن حكومة الرئيس شي جين بينغ تسعى لتقليد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2020 بخصوص الاعتراف بمغربية الصحراء. وهنا فين قلت لكم الإخوان اليوم وتحدثت عليها في المباشر بالنسبة للإخوان اللي تابعوا المباشر ديالنا سابقا، قلت أن المملكة المغربية لحسن حظنا استفادت من المنافسة اللي كاينة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الصين الشعبية. فهذه المنافسة هذه اليوم المغرب رسميا كتستفد من الثمار ديالها. هذه المنافسة كانت تقدر تلعب مع المغرب يعني في جوج امور، يا اما
امر ايجابي يا اما امر سلبي. الامر الايجابي هو ان الدول العظمى طبيعه الحال تخدم بكل عقلانيه وتدخل في واحد المنافسه شريفه وما توضعش المملكه المغربيه في واحد الموقف حرج. الامر السلبي هو ان يكون هناك شروط في العلاقات، مثلا مثل ما تقوم به الجزائر في العلاقات ديالها مع الدول، وكتربط العلاقات مع دول اخرى بالعلاقات ديالها مع بعض الدول، وهذا امر مرفوض طبيعه الحال في العلاقات الدوليه. كما نقول دائما في العلاقات الدوليه ليس هناك صديق دائم وليس هناك عدو دائم، دائما المصالح هي التي تتحدث. ودابا كنشوفوا ان الكل يقبل على المملكه المغربيه من اجل المصالح، مصالح هي اللي كتحدث في هذه العلاقات اللي كتربط المغرب بالدول، سواء الدول العظمى او المحيط الاقليمي ديالو، ما عدا العالم الاخر. وفاش كنقولوا العالم الاخر بطبيعه الحال نتحدث عن السياسه ديال هذا العالم هذا اللي كتمشي في جهه والعالم كيمشي في جهه اخر. كنهضروا على كذلك عده امور اللي في الواقع كان خص تكون، كان خص يكون العالم الاخر كيطمح لعلاقات ممتازه مع المملكه المغربيه من اجل المصالح والرفاهيه ديال الشعب، لكن على ما يبدو ان الشعب لا يهم العالم الاخر ومن يحكم العالم الاخر. توضح المصادر الصينيه ان حكومه الرئيس جي شين بين تسعى لتقليد اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب في عام 2020 بخصوص الاعتراف بمغربيه الصحراء عبر فتح قنصليه في مدينه العيون. كما تحدثت تقارير عن اقتراح صيني لانشاء جسر بري بين جزر الكناري والصحراء المغربيه، رغم غموض التفاصيل المتعلقه بهذا المشروع، يذكر ان المسافه الاقرب بين الضفتين هي 95 كيلومترا بين طرفايا وجزيره فورتي بنتورا. للعلم فاش كنقولوا الصين هي رائده في هذا النوع من الجسور، وتقدر كذلك تدخل حتى على المشروع ديال الربط القاري ما بين طنجه والجزيره الخضراء، حتى هي تقدر تدخل عليها. وهذه هي الاستثمارات اللي بدات كتشوف فيها نفسها الصين في هذه اللحظه هذه، اللي كاين واحد المنافسه شرسه من الولايات المتحده الامريكيه. وفقا للمصادر تهدف الصين من خلال هذا المقترح الى تعزيز العلاقات الاقتصاديه والتجاريه مع المغرب وباقي الدول الافريقيه بالتوازي مع الحفاظ على علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي. تاتي هذه الخطوه في اطار تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصه في مواجهه التحديات الجيوسياسيه والاقتصاديه الحديثه مثل الرسوم الجمركيه المفروضه على السيارات الكهربائيه الصينيه مثلا. وقد يلعب الدور المحوري لاسبانيا في تسهيل التفاهمات بين الصين والاتحاد الاوروبي، خاصه في القطاع الصناعي. في حال ما إذا قررت الصين الاعتراف بمغربية الصحراء بطبيعة الحال، فإن هذا الموقف سيجعلها ثالث عضو دائم في مجلس الأمن الدولي يدعم الموقف المغربي بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. وفقا للمصادر فإن المملكة المغربية تسعى أيضا إلى استقطاب المملكة المتحدة لدعم موقفها السياسي حول قضية الصحراء، مع العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا. الاعلان ديال الصين على الرغبه ديالها في انشاء هذا الجسر هذا بالضبط في الظرفيه هذه، وفي واحد اللحظه اللي كانت فيها زياره ديال الرئيس الصيني لجزر الكناري ومن بعد كانت لمدينه الدار البيضاء المغربيه، لم تكن بالغريبه، بل هي كانت مفاجاه ان الصين تهتم بهذا الامر هذا وتشوف يعني من هذا المنظور وهذا المنطلق ديال ربط الاقاليم الجنوبيه ديال المملكه المغربيه الصحراء المغربيه باسبانيا في هذه الحاله هذه جزر الكناري، جزر الخالدات التابعه للسياده الاسبانيه. فهنا بطبيعه الحال غادي تكون صدمه جديده للنظام العسكر الجزائري. وبما اننا نتحدث عن العالم الاخر نظام العسكر، ما يمكنناش نمروا على هذا التقرير. هذا هو تقرير اللي تنشر بطبيعة الحال في العالم الآخر ومن طرف وسيلة إعلام جزائرية، وسيلة إعلام جزائرية. هو صراحة القراءة ديال هذا التقرير هذا غادي نقراوه بطريقتنا، لأن الأمر فيه واحد النوع من خلق الرعب من المغرب، خصوصا من المغرب، من الإعلام التابع للعالم الآخر. وكنهضروا على أحد الصحف الأكثر عداء للمملكة المغربية، كنهضروا على صحيفة جزائرية هي صحيفة الخبر الجزائرية، أول الصحف اللي لغات يعني القراء ديالها أنهم يكونوا في المملكة المغربية. لكن سبق وتحدثنا على هذا الموضوع هذا، أن هذه يعني أمر يعني عبثي. أي واحد بغى يتصفح هذه الصفحات الإلكترونية ديال العالم الآخر، أي مغربي يعني مبتدئ في المعلومات غادي يقدر بتغيير الفي بي ان ديالو غادي يولي يقرا اللي بغى وما كاينش مشكل. ما عرفتش واش العالم الاخر
ما عرفش هاد المساله هذه، فكنحاولوا نقولوها ليه. يعني هاد الشيء هذا المغاربه الا بغاو يتصفحوا، يعني وسائل الاعلام ديالكم راه غيتصفحوها كيف ما كان الحال من غير هاد الشيء هذا. التقرير اش كيقول ان فرنسا كتسلح المغرب باش يضرب الجزائر. هو فرنسا والقضيه مساله ديال تصحيح الاخطاء التاريخيه اللي دارتها في المنطقه امر يعني ضروري وخصو يكون، لان فرنسا دارت اخطاء كبيره في المنطقه واقتطعت اراضي ديال المملكه المغربيه. غير هذا الوقت هذا ماشي هو وقت هذه المساله هذه. وكما قلنا لكم سابقا المتابعين الكرام، الصحراء الشرقيه المغرب ما نساهاش وما عمره غادي ينساها، وغادي يجي الوقت ديالها بطبيعه الحال من اجل النقاش ديالها. لكن الظرفيه اللي كنعيشوا فيها في هذه اللحظه هذه ظرفيه خاصه بقضيه الصحراء الجنوبيه ديال المملكه المغربيه. اما الصحراء الشرقيه هذاك موضوع اخر وغادي يجي وقته بطبيعه الحال. فشنو كتحاول شنو كيحاول يدير الاعلام ديال 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 العالم الاخر؟ الاعلام ديال العالم الاخر كيحاول يشغل الشعب بامور وبمؤامرات وهميه باش يلهيه على الامور الحيويه الحقيقيه. وراه قالها صاحب جلاله الملك محمد السادس نصر الله سابقا في الخطاب ديالو. واش قال؟ قال ان العالم الاخر كيلهي الشعوب ديالو باش بالامور ديال المملكه المغربيه على المسائل اللي خصو يقوم بها وما كيقومش بها، امور اللي التنمويه اللي خص الشعب ينعم بها وداكشي هذا كامل ما كيركزش عليه. علاش كيركز؟ كيركز على المملكه المغربيه وعلى المحيط الاقليمي ديال الجزائر. وراه المؤامره وهذه المساله ديال المؤامره هي باش عايشين. شحال هذه كانوا كيقولوا فاش كانت العلاقات ديالهم مع فرنسا قبل ما تعترف فرنسا بمغربيه الصحراء، اش كانوا كيقولوا؟ كانوا كيقولوا اسرائيل والمغرب. هذه راه 3 سنين و4 سنين لوراء وحنا كنسمعوا اسرائيل والمغرب غادي يضربوا الجزائر، اسرائيل والمغرب، اسرائيل والمغرب. اسرائيل دابا ولات فرنسا كتسلح المغرب ودخلوا عاوتاني فيها اسرائيل. فهنا طبيعه الحال موقع الدفاع العربي حاول يدير واحد القراءه لهذا الخبر اللي نشرته صحيفه الخبر الجزائريه من خلال مقال مثير للجدل بعنوان فرنسا تلعب بالنار، تدعي ان تدعي فيه ان فرنسا واسرائيل والمغرب يخططون لشن هجوم عسكري مباغث على الجزائر. وقد سبق لنفس الجريده ان قالت بان الامارات تشحن اسلحه للمغرب بغرض استعمالها ضد الجزائر. هذا الشيء هو تقال سابقا. وقالت الصحيفه تقول معلومات ان السلطات الفرنسيه قامت بتخزين شحنات معتبره من الاسلحه في ميناء مدينه مارسيليا جنوب فرنسا، وقامت بتسييرها على متن باخره شحن بتاريخ 20 نوفمبر الجاري باتجاه موانئ المملكه المغربيه. وادعت الصحيفه ان شحنه الاسلحه المزعومه تحرض وتدفع ما وصفته بالجار الغربي الى شن عدوان على الجزائر. ويبدو ان هذا النوع من التقارير يعكس تصاعد التوترات السياسيه والاعلاميه بين الجزائر وفرنسا، وكذلك بين الجزائر والمغرب في سياق اقليمي ودولي معقد. فهذه الادعاءات تشير الى تصور جزائري رسمي او شبه رسمي بوجود تحالفات موجهه ضدها، خاصه ان هذه ليست المره الاولى التي تتحدث فيها وسائل اعلام جزائريه عن شحنات اسلحه مشبوهه. وتاتي هذه التقارير في سياق التوتر المستمر بين الجزائر والمغرب لا سيما فيما يتعلق بقضيه الصحراء المغربيه، وتدهور العلاقات الثنائيه التي وصلت الى حد القطيعه. كما يضاف الى ذلك البرود في العلاقات الجزائريه الفرنسيه على خلفيه ملفات تاريخيه واستراتيجيه. ادخال اسرائيل في السرديه ليس بالجديد، والله يجيب من يفهمنا كيف ما كنقولوا اسرائيل دائما كانت داخله في السرديه، اذ تتهم اسرائيل بدعم المغرب عسكريا واستخباراتيا بعد تطبيع العلاقات بين البلدين في 2020. وتنظر الجزائر الى هذا التقارب بعين الريبه وتراه تهديدا مباشرا لها. كون ما كنتيش دايره علاش كاع ما تخافيش الجزائر؟ كنقولوها دائما. العالم الاخر علاش خايف من المغرب؟ علاش كل مره المغرب تقرب من شي دوله ولا شرا شي سلاح جديد ولا علاش دائما خايفين من المغرب؟ علاش خايفين من المغرب؟ علاش غادي تخافوا من المغرب؟ يعني نتوما عندكم نوايا سيئه تجاه المغرب. هذا هو الموضوع، هذا هو الموضوع وما فيه. من الواضح ان الاعلام يلعب دورا في توجيه الراي العام وتعزيز مواقف الدوله الرسميه. جريده الخبر كونها تعتبر قريبه من اجهزه الدوله تسهم في صياغه هذا الخطاب وتوجيهه ضد ما يعتبر اعداء الجزائر. في المحصله هذا النوع من التصريحات يعكس استمرار الاحتقان في العلاقات الجزائريه مع كل من المغرب وفرنسا، وتزايد الشعور بالاستهداف الاقليمي، وهو ما قد يكون جزءا
من خطاب رسمي او اعلامي لتحفيز الشعور الوطني وتبرير السياسات الداخليه والخارجيه. شنو غنفهموا من هادشي؟ هادشي عنده مبررات، هادشي عنده يعني مفهوم واحد، هو ان الجزائر تبحث عن مبررات لاعمال عدائيه تريد ان تقوم بها تجاه المملكه المغربيه. وشنو كتحاول دير من خلال التقارير الاعلاميه اللي كتنشرها سواء في جريده الخبر او باقي الابواق التابعه للنظام العسكري الجزائري، هو تبرير العداء الممنهج تجاه المملكه المغربيه. وهذا الشيء هذا راه ماشي وليد اللحظه، وكما قلنا الله يجيب من يفهمنا، هو موقع الدفاع العربي وشرحها كما يجب، شرحها فهمهم يعني النضج ديال الناس في العالم كامل راه فاهم، غير يعني القطيع اللي باقي يتابع هاد الاخبار الزائفه والكذب الممنهج تجاه كل ما هو مغربي وتجاه كل يعني اي حاجه احرزتها المملكه المغربيه، اي تقدم احرزه المغرب في ملف الصحراء المغربيه الا يواجه بكذب واخبار زائفه تنشر. فرنسا عارفه راسها اش دارت، وعارفه الاخطاء اللي ارتكبتها يعني بعد الاستعمار، وعارفه انها اقتطعت اراضي المملكه المغربيه، وعارفه هادشي هذا. والدليل على ان فرنسا عندها اليقين التام على انها فعلا قامت باقتطاع الاراضي المغربيه، شوفوا غير التصريحات الاخيره. فاش كنهضروا على دبلوماسي سبق وكان سفير في الجزائر، سفير لفرنسا في الجزائر بنفسه خرج وقال ان تمت سرقه الاراضي المغربيه من طرف الاحتلال الفرنسي ومنحها للجزائر سنوات ستينيات القرن الماضي. فهادشي هذا راه كفيل اننا نفهموا علاش الجزائر دابا باغا داك الاعتراف، داك موضوع الذاكره ما بين فرنسا والجزائر. هذه الذاكره اللي كطالب بها يعني الجزائر هي داخله ضمن تثمين الحدود، ولكن راه فقد الشيء لا يعطيه، لان هذيك اراضي ليست لا جزائريه ولا فرنسيه، هذيك راه اراضي مغربيه. وفقد الشيء لا يعطيه، فرنسا ما غاديش تعطيكم شي حاجه ولا غادي تتمل لكم على شي حاجه ماشي ديالكم، نتوما حطيتوا اليد ديالكم من طرف الاحتلال الفرنسي. لكن التاريخ راه عندنا، والوثائق راه كاينه، وصلت 2.5 مليون ديال الوثائق، هما راه ما بيهمش لا سلاح ولا هذا الكلام الفارغ. السلاح الحقيقي اللي توصلت به المملكه المغربيه هو 2.5 ديال المليون ديال الوثائق اللي كتبت مغربيه كل هاد الاقاليم اللي وضعت عليهم فرنسا يدها ومنحتهم بغير حق لنظام العسكر الجزائري. فبزاف ديال الحوايج كاين فيها ما يتقال، لكن الكبرانات بغاو يديروا دابا؟ بغاو يخلقوا داك الثوره الوطنيه اللي ما عمرهم غيقدروا يخلقوها. علاش؟ لانهم ليسوا اصحاب الحق ولا يدافعون عن الحق بل يدافعون عن الباطل. ندوزوا الخبر الموالي متابعينا الكرام، وانا غادي نمشيو للتنميه اللي عقداتهم اصلا واللي وصلت لها المملكه المغربيه. في هنا غادي نهضروا على افتتاح ونهائي كاس العالم 2030 والملاعب التي تم اختيارها، تقارير اعلاميه دوليه، صحف كبيره تحدثت على هذا الامر. هذا شرف لكل المغاربه بطبيعه الحال، وهذا المشروع التنموي اللي غادي فيه المملكه المغربيه عقدهم في حياتهم، خلاهم يفكروا في العداء للمغرب بشتى الطرق، بغاو ياخروا هذه التنميه للمغرب، وحنا عارفينهم. دابا المشكل ديالهم هو اننا فاهمينهم مزيان، وهما عارفيننا اننا فاهمينهم مزيان، وفاهمين المخططات ديالهم الهجينه تجاه الوحده الترابيه ديال المملكه المغربيه. ما محتاجينش عاد يجيو يشرحوا لنا ولا يجيو يبرروا لنا، حنا فهمناهم وفهمناهم مزيان، والطريقه باش فهمناهم هي اللي قهرهم الحدود الساعه. المغرب الحمد لله ولله الحمد قدر يوصل لما وصل اليه بفضل الله سبحانه وتعالى، بالقائد ديالو صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله، والشعب المغربي الخدوم اللي كيخدم بدون يعني مقابل، كيخدم من اجل التنميه ديال بلاده وكيدافع على الوحده الترابيه ديال بلاده. فبطبيعه الحال الملاعب اللي اختارها الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا من اجل اقامه المباراه الافتتاحيه والنهائيه لمونديال كاس العالم 2030 اختار ثلاثه ديال الملاعب عملاقه وفق يعني تقارير اعلاميه كثيره، ومن بينها تقارير اعلاميه كذلك اسبانيه. من المقرر ان تستضيف المغرب واسبانيا والبرتغال مباريات مونديال 2030 على ان تقام ثلاث مباريات في الارجنتين والاوروغواي والباراغواي، احتفالا بذكرى مرور 100 عام على انطلاق اول بطوله لكاس العالم في التاريخ، وهو اعلان من المحتمل ان يصدر رسميا في 11 من الشهر المقبل خلال مؤتمر فيفا الاستثنائي وفق صحيفه اس الاسبانيه. واكدت ماركا ان الملاعب الثلاثه المحتمله لاستضافه هذه المباريات هي سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد، وكامب نو ملعب برشلونه، والحسن الثاني في الرباط
بالمغرب، وخضع ملعب سانتياغو برنابيو مؤخرا لتجديد شامل جعله من بين الأفضل في العالم، وتبلغ سعته الاستيعابية أكثر من 80 ألف متفرج، وهو رقم أكبر من المطلوب لاستضافة مباراة افتتاحية أو نهائية في كأس العالم. أما ملعب كامب نو فيخضع حاليا لعملية إعادة بناء وتجديد، حيث ستزيد طاقته الاستيعابية إلى 103,447 متفرجا، وبالتالي يتجاوز كثيرا الحد الأدنى البالغ 80 ألف مقعد لاستضافة المباراة الافتتاحية أو النهائية. الملعب الثالث المقترح هو ملعب الحسن الثاني في مدينة الرباط المغربية، وقد بدأ البناء فيه سنة 2024، من المقرر أن ينتهي سنة 2028، وستكون سعته الاستيعابية 115 ألف متفرج، وعليه سيكون أكبر ملعب في العالم وفق الصحيفة الإسبانية. وبحسب ماركا فإن ملف ترشيح المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة مونديال 2030 يضم 20 ملعبا، 11 في إسبانيا، 6 في المغرب و3 في البرتغال، وهو يتجاوز الحد الأدنى المطلوب من قبل الفيفا لاستضافة أي نسخة موندياليه، وهو 14 ملعب. يشار إلى أن 5 ملاعب من أصل 6 المقترحة من قبل المغرب ستقام عليها مباريات كأس الأمم الإفريقية المقررة إقامتها في الفترة ما بين 21 دجنبر أعتذر الأول 2025 حتى 18 يناير كانون الثاني 2026، ويتضمن ملف ترشيح ثلاثي استضافة المونديال في 17 مدينة مختلفة، 9 في إسبانيا و6 في المغرب و2 في البرتغال. 9 ديال المدن في إسبانيا، 6 ديال المدن في المغرب و2 ديال المدن في البرتغال. يعني إسبانيا حظيت بحصة الأسد 9، والمغرب 6 مدن، والبرتغال مدينتين فقط. فهنا إما غادي يكون يعني الافتتاح في المغرب، إما غادي يكون النهائي في المغرب، وحدة في الجوج، يعني يا إما الافتتاح يا إما النهائي. وبغينا الإخوان يقولوا لنا شنو بغيتوا، واش بغيتوا النهائي ولا الافتتاح في المغرب، شنو هو الأفضل، واش النهائي يتلعب في المغرب أو لا الافتتاح. تحياتي للجميع. ندوزوا للخبر الموالي متابعينا الكرام، باش نختموا الفيديو ديالنا غادي نمشيو لعقوبات من إسبانيا نزلات على شركات طيران، وعلى رأسها شركة طيران رايانير، اللي الأغلبية ديال المغاربة اللي كيعيشوا في إسبانيا كيتعاملوا معها وسافروا معها، وتشكاو كذلك من بزاف ديال المشاكل اللي كانت كتصدر في هاد الرحلات منخفضة التكلفة. غادي نختلفوا ولا نتفقوا، كل واحد فينا واحد النهار لقى واحد بي ب 15 الأورو ولا 30 الأورو فرح، ولكن في الآخر لقاه وصل ل 100 ولا وصل ل 150 ولا وصل ل 160 بدون اي شك. لكن انا عندي وجهه نظر غادي نحتفظ بها حتى للاخر، غادي نقول شنو وقع بالضبط. 179 مليون اورو اللي نزلت بها اسبانيا على هاد الشركات هادو بسبب الاحتيال، ما وصفته بالاحتيال على المستهلكين. فاصدر وزير الاستهلاك الاسباني بابلو بستيندي قرارا بفرض غرامات مالية على 5 شركات طيران منخفضة التكلفة، وهي رايانير، فولينج، ايزي جيت، ونورفيجيان، وفولوتيا، وذلك بسبب ممارسات تجارية مضللة وغير عادلة، من بينها فرض رسوم إضافية خفيفة على الخدمات الأساسية مثل الأمتعة المحمولة يدويا وحجز المقاعد كذلك. وذكرت صحيفة بوبليكو الإسبانية أن على أعلى عقوبة مالية كانت من نصيب شركة رايانير، حيث بلغت 107,775,777 أورو، يعني ضربة قاسية على شركة رايانير. تلتها فولينج ب 39 مليون، ثم إيزي جيت ب 29 مليون أورو، ونورويجيان بمليون و610 ديال الألف ديال الأورو، وأخيرا فولوتيا بمليون و189 ألف أورو. وأشارت الصحيفة الإسبانية نقلا عن مصادر في وزارة الاستهلاك إلى أن هذه الشركات تعرضت لهذه العقوبات، حيث أعلنت رايانير عن نيتها الطعن في القرار. كما سجلت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها عقوبات تعتبر شديدة جدا من قبل الإدارة العامة للدولة في مجال الاستهلاك، حيث حصلت الوزارة على صلاحيات فرض عقوبات في يونيو 2022، وتشمل الغرامات أيضا الحظر الصريح لمواصلة الممارسات التي تم فرض العقوبات عليها. هنا شنو وقع باش نقولوا، يعني باش نشرحوا للمتابعين الكرام، شركة ديال رايانير
كتلقى اثمنه منخفضه جدا، لكن ملي كتجي تاخذ تقتني كتلقى رسوم كتجلى فاش يعني الامتعه. خصك تمشي الا بغيتي تاخذ داك الثمن هذاك، خصك تمشي طويل، ما تدي معاك لاصاك لا حتى شي حاجه. هذه انا ما متفقش معاها، على الاقل ساكادو خصو يكون مجاني. من بعد الحقائب هذيك كتبقى اختيار. هي هذه المساله اللي كانت كتقوم بها رايانير مزيانه من واحد الناحيه. مثلا كتلقى اثمنه منخفضه جدا، مثلا كتعيش مثلا في مدريد وباغي تمشي لطنجه، ولا كتعيش في فالنسيا وبغيتي تمشي لطنجه، ولا بغيتي تمشي للرباط، كتعيش في مدريد مثلا بغيتي تمشي للرباط. فالناس هنا يعني بزاف ديال الشباب اللي كيشتغل في اسبانيا وكيشوف فيها فرصه مهمه جدا. علاش غادي تمشي يومين؟ غادي تمشي تقدر تمشي يعني بساكادو في ظهرك، داي فيه شي تاد سنان وشي حاجه يعني بسيطه اللي غتديها معاك، باش يعني واحد البيجاما ديالك باش غادي تبات. ولا كاين الناس اللي كتجيهم مزيانه هاد القضيه هادي، علاش غتفرض عليا انا يعني حقيبه ديال 40 كيلو ولا ديال 20 كيلو وانا غادي يومين مثلا، النهار ديال الروبو ديالي، يومين ديال الروبو ديالي، ولا تلاقات لي واحد 4 ايام بغيت نمشي نقضيها مع العائله والاهل ديالي. انا بالنسبه ليا هادي محفزه وهادي يعني مزيانه. فبغيتي تمشي بالفاليزه ديالك، تمشي بالثقل ديالك، تمشي بداك الشيء هذا كامل، وهذه يعني كنشوف ان للاسف الى طبقات هاد الغرامات الماليه هادشي كله غادي يمشي. وشنو غادي دير باش ترد يعني الارباح ديالها الشركه، وباش خصها تفرض الثمن من الاول؟ بحال كتقول لها الدوله فرضي على الناس يعني ما ديريش داك 15 الاورو، 20 الاورو، 30 الاورو، حيديها وديري لهم من الاول 150 الاورو، 160 الاورو، يشوفوها باش الا بغاو يقتنيو، وديك الساعه تدخل لهم فيها الباكاج، تدخل لهم فيها كلشي. ولكن هنا راه كتقلص من الاختيار ديال المسافر. انا مسافر بغيت نسافر في يدي حقيبه ولا في يدي يعني فقط واحد الساكادو، انا متفق هذاك ما خصش تخلص عليه. ولكن انا ما باغيش ندي معايا فاليزه، ما باغيش ندي الثقل، انا غادي نمشي يومين ولا ثلاث ايام وغادي نرجع. فهذيك فرصه زوينه بالنسبه للناس شباب وناس اللي ما مزوجينش، ما عندهمش وليدات، كيبغي يمشي يجلس مع العائله ديالو واحد يومين ثلاث ايام اربع ايام، علاش تحرموا منها بهذه الطريقه هذه؟ فللاسف الا بقات تطبقات هاد الغرامات هذه عليهم، لانهم لجؤوا للاستئناف بطبيعه الحال، وشوف شنو غادي يقول القضاء في الاستئناف. الا طبقت عليهم راه تقدر فعلا داك الاثمنه اللي منخفضه، راه باش تركب انت في طياره وتمشي طياره كتمشي بالكيروزين، تمشي انت ب 15 الاورو، راه طاكسي الا شديتيها في مدينه كبيره راه غطيح عليك بواحد 35 ديال الاورو. باش تمشي من المطار مثلا ديال مدريد لاحد احياء مدريد العاصمه، العاصمه عاد بلا ما نهضروا على النواحي، الا شديتي غير طاكسي راه كطيح عليك بداك الثمن هذاك، كطيح عليك ب 35 الاورو، 40 ديال الاورو باش تمشي يعني غير من المطار. فانت كتلقى رحله في الطائره تمشي من طنجه يعني بواحد السرعه خياليه لمدريد، ولا من مدريد لطنجه، ولا من الرباط لمدريد، ولا من مدريد للرباط الي ولوتور، كطيح عليك بواحد 50 ديال الاورو، ولا كطيح عليك بواحد 60 ديال الاورو. فكنظن انها يعني قليل فين غادي تلقاها. كاين الناس اللي سافرت ب 30 ديال الاورو الي ولوتور، كاين اللي سافرت ب 10 ديال الاورو الي ولوتور، 5 ديال الاورو في الالي و 5 ديال الاورو في الروتور. فكنظن انها فرصه نقدروا نتحرموا منها الا بقات تطبقات هاد الغرامات الماليه على هاد الشركات هادي. تحياتي لكم الاخوان والاخوات، كنشكركم على حسن المتابعه، الاهتمام ديالكم، على الدعم ديالكم المتواصل لقناتنا. نشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر وموضوع اخر، تكونوا دائما في احسن الاحوال، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.